إلى تقرير حقيقة مهمة يثبتها البحث التاريخي، وهي أن المجتمعات العراقية، مجتمعات المدن العراقية في العهود الماضية التي طالما وصفت بأنها عهود مظلمة وراكدة وخاملة، كانت هذه المجتمعات مفعمة بالحيوية وما نسميه اليوم بالحراك، يعني لم تكن مجتمعات خاملة على البتة. وإنما تحليل التاريخ ودراسته يكشف عن أن هذه المجتمعات كانت مفعمة بالحيوية، وكثيرا ما عبرت عن حيويتها بنشاطات سياسية وصلت إلى حد مناوئة السلطة العثمانية التي كانت تحكم البلاد في ذلك العصر، وطبعا كانت تناوئ السلطات قبل العصر العثماني، اعتادت على مقاومة ومناوئة السلطة، وعبرت عن نفسها بكثير من المظاهر. وتحدثنا أيضا في ذلك الحديث، قلنا أن الجماهير لا سيما ما كان يسمى بطبقة العامة، أولئك الذين سكنوا في الأحياء في أطراف المدن وشكلوا إضافة مهمة للسكان وعامل قلق ضمن المجتمع، هذه يعني صفات تجعل تلك الطبقة أكثر يعني لها فرص لأن تتدخل في الشؤون العامة من تلك الفئات التي استقرت ضمن التنظيمات الاجتماعية التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة.